السلام عليكم ورحمة الله. من حوالي 16 سنة كنت عرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبر فيه إن العبد لو صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة ربنا سبحانه وتعالى بيبني له بيت في الجنة. ال 12 ركعة اللي هم 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. من يوميها وأنا بجتهد إن أنا أحافظ على الركعات دي قدر المستطاع. في يوم من الأيام كان عندي ميعاد مع صديق، إن من المفترض إن أنا كنت هصلي العشاء في المسجد اللي جنب بيته. رحت فعلا على الميعاد، وبعد ما خلصت صلاة العشاء لقيت صاحبي بيقول لي يلا بينا على البيت علشان محدش يعطلنا. قمت معاه ورحنا البيت، وأول ما وصلنا قال لي هستأذنك بس هروح أعمل شاي. ريحت انا كده، كنت قاعد على سرير، فريحت راسي كده على السرير فنمت. سبحان الله، رايت كاني في الجنه، ورايت كان الملائكه تبني بيت. فسالت قلت لهم ده بيت مين؟ قالوا ده بيتك. ولكن مره واحده سبحان الله البناء توقف، واستيقظت من النوم. سبحان الله تذكرت ان انا لسه ما صليتش الركعتين اللي كانوا بعد العشاء فصليتهم. ومن يوميها وانا بجتهد ان انا احافظ على الركعات ديت، وانا عامل الفيديو دهوت علشان انت كمان تجتهد ان انت تحافظ على الركعات ديت. عسى الله أن يمن علينا بأبيات كثيرة في الجنة نراها عندما ندخلها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.